السلام عليكم يا شباب. الفيديو ده بخصوص الاضافات الجديده اللي هتضاف للشير بارك في تحديث 0.19. تمام، حاليا احنا في نسخه بابجي موبايل بيتا. تمام، فدخلنا على الرسائل في دي الهدايا اللي جايه من الشركه، او لو انت لعبت في الخريطه الجديده او المود الجديد ومحمل النسخه البيتا بتجيلك الهدايا دي كانك انت عملت تيست على اللعبه، فبيجيلك هدايا بالحاجات الجديده اللي هتنزل. فالمفروض البدله دي كانت 14 يوم، والشنطه والبرشوت. تمام، كل دي هدايا مؤقتة خاصة بالنسخة البيتا. وفي هنا برضو سكن سكار، سكن لبس. تمام، بالنسبة في حاجة في الهدايا الأخيرة اللي هي في خاصة بالإيموشن، أو اللي هو رمز التعبير اللي بيظهر على الشاشة. تمام، بالحاجة دي، حاجة بالخاصة دي، يعني دي الأشكال الجديدة اللي هتنزل في الشير بارك. هنخش نجربها في الشير بارك دلوقتي، بس خلينا نلم الأول الحاجات دي أو الإيموشن اللي هي بتظهر على الشاشة كده. تمام، فهنعمل لها كولكت. المفروض الكلام ده يبقى خاص بالشير بارك بس، يعني تقدر تستخدم الحاجات دي بالشير بارك، بس دي مش استيكرات، يعني مش هتستخدمها مرة واحدة، لا هتفضل معاك على طول. بس حاليا مش واضح هتجيبها من صندوق ولا ايه، لانها لسه في نسخة البيتا تيست. دي البتلة اللي جات لنا، دي الطاقية بتاعتها، يعني كلها مؤقتة. تمام، خلينا نركب الحاجات بس او الهدايا اللي جات لنا دي. بعد كده نخش على الخانه اللي هي الخاصه بالايموشن او الاشكال التعبيريه دي اللي تقدر تحطها وتستخدمها جوه الشير بارك. تمام، بعد كده في الاخر هنخش على الشير بارك نجرب الحاجات دي ازاي بتظهر شكلها في الشير بارك. تمام، ده بالنسبه للشنطه. بعد كده السكن البراشوت اللي جه بيتهيألي هينزل، يعني الحاجات دي في النسخه العالميه لان دي تجريبيه، او سكن مش عارف والله. بس دي حاليا الحاجه الخاصه بالشير بارك. بقى في ليها خانه مخصوصه انك تقدر تحط منها اللي هي المفروض حاجات زي ايموشن او شكل تعبيري، يعني تعتبر زي الرقصات اللي بنستخدمها في الجيم او اللي تبقى مع اللبس، بس دي تقدر تستخدمها في الشير بارك وليها خانه مخصوصه ليها. تمام، فانت بتحط الخانات زي ما بتحط الرقصات عندك بالظبط، بتحطها هنا بتعمل عليها علامه الصح. ففي اربع اشكال لغايه دلوقتي اللي نزلوا في النسخه البيتا، فالمفروض دول هينزلوا عندنا في النسخه العالميه، بس مش عارف دول هيبقوا على طول ولا ممكن احتمال ينزلوا في صندوق مثلا او تيجي مع التحديث. يعني لغايه دلوقتي مش عارفين التحديث هيبقى يوم 7. تمام، وفي رقصات برضو اتضافت للشير بارك، بقى ليه رقصات معينه او حاجه زي الام في بي، لما بتدوس عليها برضو بتظهر لك حاجه زي علامه الام في بي هتظهر في الاخر كده. تمام، خلينا نخش الجيم. تمام، انت اول حاجة هنا بتظهر لك اللي هي الرقصات العادية، بتدوس على الخانة اللي هي بتاعة الرقصات اللي هي علامة الرقصات العادية. بعد كده تلاقي حاجة بتقول لك ايموجي، بيظهر لك فيها الحاجات دي. تمام، بتظهر لك على الشاشة بالشكل ده. تمام، فلغاية دلوقتي هي دي الحاجة الوحيدة اللي نزلت في النسخة البيتا خاصة بالشير بارك، اللي هي الإضافات دي، الإيموشن لأن هو بيظهر على يعني قدام اللي قدامك هيبقى شايفه برضه، مش هيبقى خاص بيك بس، لأ اللي قدامك هيبقى شايف برضه الإيموشن اللي أنت عامله. تمام، وبالنسبة للإضافات الباقية في الشير، تمام، ان هو اضاف المنطاد الجديد اللي تقدر زي موجود في خريطة سان هوك في اللي هو الجانجل مود اللي تقدر تطير بيه، واضافة اللي هي مدينة الملاهي، زي مدينة الملاهي اللي هي بتركب فيها زي الصاروخ ده اللي بيطير لفوق. تمام، وساحة التدريب الجديدة. فهي دي كل الاضافات الخاصة بالشير بارك الجديد، ومنها الايموشن دي اللي هي الجديدة اللي لسه نازلة حاليا على النسخة البيتا بس.